كلنا شايفين حالة التقلبات الجوية اللي حصلت في تقريبا كده كل المحافظات خلال اليومين اللي فاتوا، أمطار وسحب منخفضة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. طبعا وارد جدا يكون لها تأثيرات صحية علينا. الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت إن السبب وراء هذه الموجة هو تأثر البلاد برياح، مصدر هذه الرياح هو الصحراء الغربية. حالة التقلبات الجوية اللي ظهرت دلوقتي بتدينا كده جرس إنذار وبتقول لنا خدوا بالكم في احتمالية ان احنا نتعرض لنزلات برد، وده طبعا لان احنا شايفين عدم ثبات في درجات الحرارة، احنا شايفين في مواد كده منتشرة في الجو ممكن تكون بتسبب حساسية، عشان كده نحاول نخلي بالنا من نفسنا ونخلي بالنا من الولاد ونخلي بالنا من كبار السن، واحنا في البيت نحاول مثلا نتأكد ان الشبابيك وان منافذ البيت مقفولة كويس في الوقت اللي بتبقى فيه هبات للرياح وتكون الهبات دي فيها تراب. طبعا مهم جدا الامهات كمان لازم ياخدوا بالهم من حاجة زي دي كويس عشان الاولاد والنزول. يلا نزود عبء كمان على الامهات. لا ربنا معاك بصراحة كمان. طبعا يعني من الجو كمان خدوا لكم كل حاجة حتى الجو. حاضر. طبعا اهم حاجه ان احنا نحافظ قدر الامكان على خروج الاطفال، ما يخرجوش الا في الحالات الضروريه، لو الاولاد طبعا او عندهم امتحانات لازم يحافظوا قدر الامكان ان هم مثلا ما يتعرضوش لهواء فترات طويله عشان ما يصابوش باي امراض تؤثر طبعا عليهم. وبكل تاكيد في ارشادات من وزاره الصحه للتعامل مع تداعيات الطقس السيء، اكيد الامهات لازم يكونوا عارفينها، واكيد كمان المدارس لازم يكونوا عارفينها. اكيد لازم اي حاجه لازم الامهات تبقى مسؤوله الاول طبعا. اعتقد ان احنا كمان انا الاول نرجع نستعمل تاني كمامات وماسكات، وعشان احنا شايفين الجو عامل ازاي ممكن نتعرض لاي عدوى فيروسيه خلال اليومين دول، كمان نقدر نحاول ان نقلل كميه تعرضنا للتراب. زي ما احنا شايفين احنا حاسين بذرات التراب كده موجوده في كل حته في الجو، نحاول كمان ان احنا نرجع المسافات الامنه اللي بيننا وبين الاشخاص اللي بنتعامل معاهم، خصوصا ان احنا لو متواجدين في مكان زحمه، لان ده اكيد هيحمينا من انتشار الميكروبات اللي بتنتشر مع الأتربة. ربنا يسلمكم إن شاء الله تعدي موجة الطقس المتقلب دي على خير. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.